قبل محرم جاءني شخص من بيت اللبان، شيخ خطيبه منكم. بعد ما خلصت من الندوة في الشام جاء به بعض أصدقائنا بأني أنا أريد أن أسمع منك هاي الشبهات اللي يثيروها واللي انطلق فيها أمثال الشيخ جواد التبريزي والجماعة، حتى أعرف الحقيقة، حتى أدافع كذا. أهلا وسهلا. فبدأ بهاللغو الذي أثير والكذب الذي أثير والتحريف الذي أثير ولا يزال يثار. فبيت له الغدير، قلت له حقيقة الحقائق، وأنه من 50 سنة أنا عندي قصيدة بالنجف 95 بيت بالغدير، وحتى الآن في نظرة إسلامية حول الغدير، في وسائل عقائدية، رحاب أهل البيت، الندوة. يعني هذا كذب يكذب فيما لا يكذب به، في موجود. وثم المحاضرات والخطابات علي عليه السلام. العصمة، أني أنا متطرف بالعصمة، لأني أقول أن الأئمة خلقوا معصومين، ولكن من دون أن يسيء ذلك إلى الاختيار، وهذا مكتوب بفقه الحياة ومكتوب بكل هذا، والأنبياء كذلك. هذا بيّنت في كل هالمجال. ثم قلت له أنا أن ما يتحدثون به من الضلال، أن نقول بأن النبي نصب عليا بأمر من الله خليفة، لأن أنا أعتقد هذا، فكونهم فلان مضل يعني هذا ضلال، أو الاعتقاد بإمامة الأئمة 12، أو الاعتقاد بالعصمة، عصمة الأنبياء. يعني الضلال الذي يحكي به شيخ جواد التبريزي وشيخ الوحيد، هذا هو الضلال، لأن هذا كله موجود بكتبي أنا. شو أجوا عن الجماعة؟ حذفوا كل الحوار، وهذه طلعت هالكلمة بس، وأخذوها نشروها بقم، وقالوا هذا بلسانه وبصوته وبصورته، نشروها بالإنترنت أيضا. وطبعا هم ما كانوا يتصورون أنه إحنا نملك الشريط. أنا عندي أن الله خلقه معصوما في كل شيء، لكن بما لا ينافي في الاختيار، وأنا هذا كاتب فقه الحياة، آخر فقه الحياة في موضوع العصمة، أن الله خلق فيهم لطفا بحيث لا يخطئون في الفطر ولا يخطئون في الفطر. هذا معنى كاتبه، وكاتبه بالندوة ومجاورة إليه عشرات الآلاف. وعندي كتاب في رحاب أهل البيت موجود، وعندي كتاب في الزهراء القدوة موجود، وشو يقول؟ أنا متطرق بالعصمة بالنسبة لي. أنتوا شو تعرفون العصمة؟ أنا أقول العصمة هي عبارة عن لطفة إلهية في نفس المعصوم، من جهة ما الله يعطيه الحقيقة واضحة على نحو لا لبس فيها، ويعطيه قوة في الإرادة، ولكن عندما ينطلق ينطلق بوحي الحقيقة. مو ينطلق آية استدلالي على العصمة أنه أن القضية الرسالة، رسالة هي عمر غير عادي، أن النبي جاء من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فلا بد أن يكون كل عقله نور وكل قلبه نور وكل حياته نور، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والخطأ ظلمة والهذا. هذا أنا مبين الاستدلال، وأنا قلت نفس الكتاب بأن الغدير نفس الكتاب بعد كم صفحة، الغدير حقيقة الحقائق. شيخ جواد التبريزي لما أصدر واحد بعث له أسئلة، ما تقول بمن يقول كذا، بمن يقول كذا، بمن يقول كذا، وبعدين علقوا أن فلان يقول كذا. أنا ناقشتها مناقشة علمية،
موجودة أن تقوموا تلاقوها بذات المكتب. فرض عليهم اعتمدوا على شيء من الأكاذيب وتحريف الكلام عن وضعه. وإذا قلت تعليقي الأمر يحتاج إلى تقوى ولذلك احنا لما نثبت